ميسي لعب الماتش ده، ميسي نزل الشوط الثاني ويا ريته ما نزل يعني. انا فاكر انه اينو يعني كان ناويها لميسي يعني. في المواقف برضو الجميله في الماتش ده ان اينو قبل المباراه كان قاصد ان هو يعمل كده في ميسي، وقال لنا انا هضربه، تحس ان هو مثلا يعني يعرفه من زمان وفي طار بينه وبينه او حاجه. فطبعا احنا فكرنا بيهرج، ففعلا نزل الماتش عمال يخبط فيه بشكل غبي جدا يعني. احنا عاملين نقول له يا ابني اهدى يا ابني، ده ميسي يعني انت كده. احنا طب قول الو هو ميسي معاك على التليفون. لا لا هتقولنا الصوره دي تاني، دي صوره عالميه. كنت بتقول له ايه يا كابتن اينو؟ يعني كنت ورينا كنت بتقول له ايه يا كابتن اينو؟ كنت بقول له وات وات. هو كان عايز يعمل ايه اساسا يا اينو؟ يعني هو ميسي كان عايز يعمل ايه اساسا عشان يقعد على الارض كده؟ الو ايه يا اينو؟ ابو حميد الصوت واطي. بسالك انت يعني، واينو وميسي قاعد على الارض قدامك كده وانت بتزعق له زي مدرس الثانوي، كان عايز يعمل ايه عشان يوصل انه يبقى قاعد القعده دي على الارض قدامك؟ طبعا في البدايه قبل ما نخش بقى في ميسي وبتاع، انا برحب بيك وسعيد ان انا موجود معاك يا احمد. حبيبي يا كابتن اينو. وبسلم على اخويا وحبيبي طبعا العشره هاني العجيزي، المدرب الكبير اللي يعني مش عارف مهما اقول لك، مش يعني مش هوفي له حقه عشان ده اخويا وعشره، ويعني بتمنى له كل التوفيق طبعا في يعني في صعوده مع الفريق الاول في سموحه، وده كان حقه من زمان وبتمنى له كل التوفيق. حبيبي يا اينو، ها هتحكي لنا قصه الصوره بقى ولا ايه؟ ادي بقى قول. ايوه انا مستنيك. هتحكي لنا قصه الصوره ولا نسمعها من كابتن هاني؟ بص انا هقول لك على حاجه، ماتش برشلونه ده يمكن اول ما رحنا زي ما هاني انا سمعته دلوقتي بيقول لك، انا فعلا كنت ناوي كده من الاول. انت عارف انت بتلعب على احسن لاعب في العالم. وانتوا اصحاب ايه بقى؟ اصحاب كنا مع بعض في المدرسه. انت لو ما عملتش كده مع ميسي هيبقى الموضوع صعب بالنسبه لك، وانا حظي كابتن حسام البدري قال لي انت اللي هتمسك ميسي، فانا مش عارف اعمل له ايه، ما بالك ده بقى بيرقص نجوم العالم، فلو لف لي هيبقى الموضوع صعب بالنسبه لي. فانا كنت دايما ببقى قاصد اللي انا ما اخلوش يلف لي، اول ما بيستلم الكوره ببقى انا ضغط عليه وبحاول اعمل فاول عشان اوقفه. فمره انت عارف اللعيب ده طبعا يعني متامن عليه بملايين الملايين ورجليه دي راس ماله، فهو مره اتضايق، ففي كوره من ضمن الكور راح متنرفز عليا، زهق بقى خلاص يعني، وراح مكمل فيا بعد الكوره. فطبعا انا رحت رايح له بقى لما كمل، فبقول له وات، فهي دي الصوره اللي متداوله بقى كانت ترند الفتره. طب عمل فيك ايه اينو طيب بعد انا سامع انه قام بعد الكوره دي كان سخنان جدا علينا كابتن اينو. هو عاقبني وراح مديني كوبري. لما تاخد كوبري من ميسي ده وسام على صدري يعني. ايوه طبعا هي الصوره دي في حد ذاتها بيتهيألي يعني صورة مهمة جدا. كان موضوع يعني هو اسأل حتى بس خليني اسألك سؤال بقى مهم جدا كابتن اينو، لما تكون انت بتلعب على لعيب العالم كله بيعمل له مليون حساب، بتتكلم مع نفسك ازاي؟ يعني ايه بالتأكيد انت بتحاول تجهز نفسك قبل الماتش، بتبقى عارف ان ميسي هيلعب عليك، بتبقى شايل الضغط او اللود ده، بتشتغل مع نفسك ازاي؟ انا كان كل هدفي اللي انا بعد الماتش لو عمل معايا اي حاجه، طبعا اللعيبه انت عارف احنا الجيل طبعا انا ده كنا ملوك الهزار، فما كانوش هيسيبوني، كان هيقعدوا يعملوا عليا حفله. فانا كنت بعمل حسابي اللي انا اهم حاجه ما يرقصنيش، ما يتحفلش عليك. يعني ما يحصلش حفله عليا، ما يضحكش الناس عليا، فانا كنت ببقى قاصد اللي انا اوقفه، فهي دي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اوقفه بيها، اللي انا اضربه اعمل له فاولات، بس بضربه وبعمله فاولات من غير اذى يعني، فاهم؟ ايوه اضرب بغشوميه، لا انت على الاقل بس اللي انا اوقفه اعطل الكوره، لكن هو برده ما بيهمتش، هو قام بعدها وراح مديني كوبري، عاقبني وراح مديني كوبري. نورت الدنيا يا كابتن اينو. وما زالت ما لك على حاجه اللي هو ده كان من ضمن الاسباب اللي هو ما غيرش التيشيرت وهاني يقول لك مرضيش نو جدا من الملعب. واللعيبه كلها كانوا عايزين التيشيرت بتاعه، بس هو كان بيتنرفز وطلع على طول، فكلنا غيرنا التيشيرتات مع اللعيبه، لكن هو ما غيرش، كان متضايق جدا. بس بعد كده انا رحت واتصورت معاه على فكره. نورت الدنيا كابتن اينو، وما زالت الدعوه مفتوحه، تشرفنا وتنورنا في السادسه دايما. لا
ده شرف ليا يا حبيبي، واتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك. اتمنى لهاني كل التوفيق مع سموحه ان شاء الله حبيبي. ويعني انا عارف انك انت عامل شغل كويس مع فرقه 19، فتشرفنا طبعا في اي وقت نحب نستضيفك وتقابل جمهور السادسه معانا. انا النهارده كان عندي ماتش الحمد لله لسه مخلصين من شويه، وكسبت انبي الحمد لله. طب الحمد لله الحمد لله. الف الف مبروك، الف الف مبروك كابتن انبي. ربنا يخليك يا حبيبي. مبروك يا هون. شكرا شكرا حبيبي يا هون، بالتوفيق يا حبيبي. حبيبي يا ايمن.